بكم أصدقائي المشاهدين في كل مكان، برحب بكم في حلقة يوم الثلاثاء النهاردة في برنامجنا يلا نشهد. وبشكر رب من أجل وجودك معنا، وبشكر رب كمان من أجل أحبائنا اللي بيتابعونا حتى بعد انتهاء البرنامج. وبشجعك دايما كل حلقة أنت بتشوف سواء عندنا هنا أو في أي قناة تاني، أنت كمان بتشوف الحلقة دي فيها بركة وفيها كلام مفيد وفيها تشجيع، حاول أنت كمان تشير أو تعمل يعني تشارك مع الآخرين، بحيث أن احنا نقدر نوصل مع بعض برسالة المسيح. وكمان لما الرب يتكلم ليك في حلقة من الحلقات، حاول كمان تتجاوب مع صوت ربنا. دايما كل حلقة يوم الثلاث بيبقى عندنا وقت بنسبح فيه مع بعض، بنرنم، بندي المجد للرب، وبعد كده بناخد جزء كتابي بنتكلم فيه، وبكون عندنا وقت نصلي مع بعضينا. وعايز أشجعك النهاردة لو عندك طلبة صلاة، ابعت طلبة صلاتك وإحنا بنصلي مع بعض في نهاية الحلقة. كمان عندنا النهاردة وقت خاص هنصلي في نهاية الحلقة بجانب كل الطلبات اللي هتيجي. عايزين النهاردة نصلي من أجل العراق والأخبار اللي سمعناها امبارح بأنه في نزول 5 صواريخ في مدينة أربيل. إحنا عايزين نصلي من أجل العراق، أنه الرب يضع يده على البلد دي ويجي بالسلام، وأنه كل مشورة من العدو على هذه البلد تسقط باسم يسوع. برحب بيكم في برنامجنا يلا نشهد. النهاردة عندنا حلقة حلوة قوي، لكن خلينا نرحب بأخونا ماجد. وكيفك أخ ماجد؟ أهلاً أهلاً قسيس. تمام؟ أهلاً، نشكر الرب حبيبي. هنرنم في بداية الحلقة كده مع بعض بنعمة المسيح. أمين أمين. من دعي عليهم اسمك، عجبا هل دعوتني أنا لأكون ملكا لك. هل لي غريب ضال أثيم أن ينتمي للمليك؟ عرفتني كم أنك رحيم إذ غرستني في كرمتي. باركون اسم الرب، باركون اسم الرب، كل ما في بطني يقول باركون اسم الرب. أظهرت لي عظيم رحمتك بسفك دماء الحمل. حبك يفوق كل خيال، بجملتي أبارك. مجدا لك قد انشق الحجاب وأعلنت لنا سرك. الآن أصرخ يا أبا الآب مجدا، فقد صرت لك. مبارك اسم الرب، مبارك اسم الرب، كل ما في بطني يقول مبارك اسم الرب. اسم الرب.
خلينا أحبائي نقرأ مع بعضينا في رسالة بطرس الرسول الأولى وأصحاح 2 ومن عدد 9 لعدد 12. وأما أنتم فجنس مختار وكهنوت ملوكي أمة مقدسة شعب اقتناء لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب، الذي قبلا لم تكونوا شعبا وأما الآن فأنتم شعب الله، الذين كنتم غير مرحومون وأما الآن فمرحومون. أيها الأحباء أطلب إليكم إليكم كغرباء ونزلاء أن تمتنعوا عن الشهوات الجسدية التي تحارب النفس، وأن تكون سيرتكم بين الأمم حسنة لكي يكونوا فيما يفترون عليكم كفاعلي شر يمجدون الله في يوم الافتقاد من أجل أعمالكم الحسنة التي يلاحظونها. حبائي النهاردة وإحنا بنتكلم في موضوع مهم قوي، من أي نوع أنت؟ والحقيقة أنه تقسيمة العالم دايما العالم بالإيه بيقسم بعضه أخ ماجد، العالم بيتقسم يعني دايما بتلاقي العالم كده فيه تقسيم، نعم، بيلاقي يقسم الشرق والغرب، يقسم الفقير والغني، يقسم مثلا الأسود والأبيض، تقسيمة. التقسيمة دي مش موجودة في فكر الله، لا طبعا. لكن في البداية خالص إن الله خلق البشرية كلها كشعب واحد وكن احنا نكون أبناء لله، صح. لكن بعد الخطية صار الحقيقة في نوعين من الناس، عشان كده العنوان من أي نوع أنت. في إما أنت مولود أو شخص قبلت الخلاص أو شخص لسه رافض المسيح. نعم. إيه رأيك في الجزئية دي؟ حقيقة يعني مثل ما تفضل القسيس، بالفعل فكر الله منذ البدء لم يكن أنه الإنسان أكو تمييز بين إنسان وإنسان، الكل كان عند الله بمستوى واحد بمحبة واحدة، لكن الخطيئة هي اللي غيرت مفاهيم الإنسان تجاه فكر الله، وغيرت فعلا أناس خلتهم يكونون خارج نطاق دائرة الله، وأنهم زاغوا عن تعليم الله وكلمة الله. احنا كبشر اكيد مرات نميز، وخاصة بلون البشرة او بالمستوى الفكري او بالمستوى المادي والاقتصادي، لانه دائما نضع هذا الفرق بيننا وبين غيرنا، لكن بالحقيقة انه الله ما ردنا نصل لهذه المرحلة. ولهذا احنا اليوم راح يعني تكون انه املنا انه نوصل للمستمع الكريم والاخوتنا المشاهدين انه تصحيح الصورة اللي كانت منذ الخلق، منذ ما بدأ الله الخلق ورحلته مع الإنسان، وشون دخلت الخطيئة وغيرت هذه المفاهيم كلها. تمام. وعشان كده يمكن أنه التقسيمة دي اللي هي مثلا بنشوف أنه في نظر الرب يسوع لكل المجد هما نوعين من البشر. نعم. مزبوط؟ نعم. وده اللي لما نقرأ في يوحنا 3 المسيح قال الكلمات دي، ينبغي أن تولدوا ثانية. ثانية، صح. تمام كده؟ صح. من فوق، لأن المولود من الجسد جسد، هو المولود من الروح روح روح هو. نعم. وهنا الرب يسوع بيحط نوعيتين من الناس. المولود من الجسد ينبغي أن تولدوا من ثانية. فإذا هنا في ولادة هما نوعين. صح. ولادة طبيعية وبعد كده ولادة روحية. نعم. وعشان كده الولادة الثانية دي مهمة جدا. يمكن الاسم بيختلف، نعم، ممكن نقول عليها تجديد، اختبار تاني، ولادة تانية، مظبوط، يعني نعم. حياة تانية، أوكي، خليقة جديدة، خليقة جديدة، كل ده. وعشان كده إنه الأمر واضح جدا، الأمر واضح جدا من أي نوع أنا، وده سؤال أنا محتاج أسأل نفسي، كل واحد محتاج يسأل من أي نوع. من أي نوع؟ المسيح ذكر نعم. نوعين هنا. نعم. تمام كده؟ نعم قسيس. طبعا اللي قال يعني من قال يسوع المولود من جسد جسد هو والمولود من روح. احنا نعرف كلتنا الكل كل بشر مولود ولادة جسدية طبيعية. جاء بفعل بشري وصارت هذه الولادة، وهذا الجسد له شهوات، له نزوات،
له ميول وهو مربوط بهذا الجسد اللي احنا عايشين به يعني الحياة يعني هذه الولادة هي مربوطة بالجسد اللي احنا عايشين بها يتوجع يجوع يتمرض يتألم يريد يكسي نفسه هذا ما يخص بالجسد لكن الولادة اللي قصدها يسوع بالروح هذه ولادة ليست مادية هي أساسا هي روحية هي ولادة تربط علاقة بين الإنسان والله يصير أكو خط وصل مستمر وغير مقطع مقطوع ولا بعقد ولا بأي شيء خط مستقيم بين الله والإنسان على أساسه الإنسان يتغذى من الله من هذا اللي خلينا نسميه العلاقة نعم طيب العلاقة دي بتتم في مراحل ولا بتتم في لحظة اللي هي اللي بنسميها العلاقة الجديدة أو الحياة الجديدة أو الاختبار التاني هل بيتم في لحظة ولا بيتم في مراحل لا حقيقة يعني مثل ما يعلمنا الكتاب في يوحنا بلقائه مع في يوحنا نيقوديموس لقائه مع يسوع ثلاثة قال له الروح ذهب من حيث أنت ما تعرف أنه ينتب هكذا هي تجينا كلمة الله مرات تبدي علاقتنا مع الله بس احنا ما حاسين بيها لكن اكو اشارات انه تنبهنا واكو سيجنال خاص ينبهنا انه اكو فتشي دخل الى حياتنا طبعا هذا الشيء ينبع من انا ابدي ارفع قلبي الى الله وابدي اغير فكرتي عن الله تمام شلون انا راح اتقبل هذا الشيء الريح احنا كلتنا نعرف الريح ما نقدر نمسكها ولا نشوفها لكن نحس بيها بس ما نعرف منين تهب من الشمال من الجنوب تروح وين ما تريد تروح احنا ما نعرف هكذا هي روح الله اللي من يريد ان يسوي هذه العلاقه معنا انا عايز ابسط اكتر معلش نعم. يعني انا عايز ابسط اكتر العلاقه دي برضو ما هو الكلام انت بتقوله في نفس النطاق نعم. لكن هل العلاقه دي بتتم في لحظه واحده يعني مثلا انه انا علاقة جديدة نعم حياة جديدة فانا كنت ماشي في الطريق كده علي ان انا اخد اتجاه تاني مظبوط كده صح فده بيتم في لحظة طبعا نعم يتم في لحظة وقت اللي انا اقرر اوكي اغير اتجاهي اذا انا من يوم اللي ابدي اقرر انه انا اريد اغير اتجاهي نحو الله على اي اساس اقرر على اي اساس اقرر آه. على اساس انه انا اشوف امور في حياتي أو حولي غير اللي أنا مفتكره أو عايشه لكن حقيقة من أبدي أتساءل أسئلة في فكري ليش وليش الناس مثلا تعيش بهذه الطريقة ليش هذا يتكلم بهالطريقة ليش هذا يتعامل بهالطريقة هذه تخلق فيها أنه أنا أبدي أفكر طب ممكن يكون نتيجة مثلا أن أنا سمعت كلام قريت في كلمة الله سمعت ان انا محتاج ان الطريق اللي انا ماشي فيه ده مش هو ده الطريق الصح فبالتالي انه في كلمة في كلام في رسالة وصلتني انه انا ماشي في طريق غلط صح انا محتاج صح اتوب وارجع صح اللحظة دي لما انا بعمل كده فاول حاجة انا بتوب صح لانه انا اكتشفت ان انا غلطان نعم. الريح تهب ماشي صح. ففي ريح جديدة جاتني ماشي في تعليم في فكر في رسالة سميها زي ما تسميها نعم. الروح القدس بطريقة ما وصل لي كلمني فانا اكتشفت انه التعليم اللي انا ماشي فيه الحياة اللي انا ماشي فيها مش هي دي الحقيقية نعم. دي الصح فينتج عنها انه انا في حاجة بتحصل جوايا في حاجة بيحصل في قلبي في حاجة بتحصل في فكري فبالتالي أنا لازم أتوب صح مزبوط كده يعني ولازم يكون عندي الرغبة قسيس أكيد هي رغبة يعني لا. هي رغبة أنه أنا فعلا أغير اتجاهي وطبعا هذه الرغبة تبدي بالتوبة يعني أي علاقة صحيحة تبدي مع الله لازم يكون مقرونة بتوبة صادقة حقيقية وليس أنه أنا يعني أقنع نفسي أنه أنا تبت لا أخذ قرار فعلي أنه أنا أتوب عن كل الحياة اللي أنا عشتها وكل الخطيئة اللي عملتها في حياتي وأبدي أنا أريد أعيش حياة القداسة مع الله
فلازم يكون عندي هذه الرغبة. لأنه إذا أنا ما عندي هذه الرغبة ما راح أقدر أتوب ولا أقدر أتقبل كلمة الله ولا أقدر أشوف أي عمل بحياة أخوتي. يعني ماشي ده بيحصل عن أنه أنا سمعت. ماشي أنا بوضح أكتر. دعم ماشي. دعم قسيس. فأنا سمعت رسالة سمعت أنه صوت ربنا بأي طريقة عن من خلال أي رسالة وصلتني أن أنا عرفت أن أنا مش كويس ماشي في طريق الغلط. صليت وقلت يا رب أنا بتوب أنا عايز أتنقل من النوعية دي للنوعية اللي أنت عايزها. تمام كده؟ الصلاة اللي أنا صليتها التوبة وأنا بتوب وبقول يا رب أنا برجع ليك وبتوب وبقبلك هي صلاة ممكن تاخد لها دقيقتين ثلاثة نص دقيقة دقيقة بس من قلبي بأمانة بصدق. صح. هل دي تقدر تشيل كل الماضي اللي أنا عملته مع أنها صلاة بسيطة بسيطة نعم بس بأمانة ومن قلبي وبكل ثقة وبقولها بإرادة كاملة وأنا أعنيها؟ صح. أكيد الله راح يقبل هذه الصلاة وما دام أنا فعلا أريد أسلم قلبي لله وأنا مقدم توبة حقيقية. تمام. رغم بساطة الكلمات اللي أنا راح أقولها وقصر الوقت اللي راح أتكلم مع الله به الله راح يقبلني 100%. لأنه الله يريد قلب يكون فعلا خاضع له. نعم. يسمع صوته يؤمن بكلمته. فالله فحص القلوب فالله يعرف أنه أنا دا أصلي من كل قلبي أم أنا دا أريد أختبر الله وأجربه. يعني حاشا لأنه في كثير ناس تقع بها. تمام. لكن بالفعل أنا مقبول عند الله بهذه الصلاة. نعم. يعني الولادة الثانية أو الولادة الجديدة مش معناتها أن أنا لازم أدخل بطن أمي مرة تانية وتولد مرة لا تاني طبعا. لا لا طبعا. وده الكلام اللي حاول نيقوديموس يقوله للمسيح. يعني أنت بتعني معنى نيقوديموس شيخ ومعلم وراجل في كان في عدو في السنهدريم يعني حد ليه مكانته لكن مش القصد بكده. القصد ان انا بتولد الولاده الروحيه الولاده الثانيه. نعم. قسيس اكو مفهوم خاطئ همينة بالنسبه للولاده الثانيه. مرات يحسون الولاده الثانيه هي انتماء لعضويه الكنيسه او معموديه الماء او اقوم انا بواجبات دينيه وطقوس معينه اقوم بها او اعمل اعمال صالحه او اكون مهذب او لا. مو هي هذه الولاده. الولاده الحقيقيه هي تحصل بعمل الروح القدس. عندما الانسان يؤمن بالرب يسوع المسيح لأنه ليس اسم آخر أعطي بين الناس به ينبغي الخلاص. لازم يكون أنا أول شيء أؤمن باسم الرب يسوع أنه هو فعلا إله متجسد وهو اللي فداني وهو اللي دفع عني العقاب أقبله مخلص لحياتي وأعترف بخطيئتي وأتوب أمام الله بصدق وإيمان وأسير مع المسيح في حياة الإيمان. وهذا الإيمان طبعا يجي عن طريق الكلمة كلمة الله اللي تخليني أنا أنولد إنسان يكون إنسان جديد بواسطة الروح القدس اللي هو يجي من خلال طبيعة جديدة أصبح أنا ملك لله أهلا لملكوت الله. وبرضو بضيف كمان أنه حتى ولدت في بيت مسيحي لا تعني ان انا اتولدت الولاده الثانيه. نعم. كون ان انا موجود في بيت مسيحي واتولدت بين اب وام مسيحيين دي نعمه وبركه كبيره قوي. لكن هذا لا يعني ان انا شخص مولود الولاده الثانيه. الولاده الثانيه بتتم لما بتقابل في لقاء شخصي مع المسيح. صح. ان بكتشف ان انا محتاج اتوب لانه الله يامر جميع الناس. ده مش معناتها انه لازم اكون التل قتلة ولا مثلا زاني ولا لا لا ولا لا. كل الله يأمر جميع الناس لأن الكتاب بيقول إن الجميع زاغوا وفسدوا وعوزهم مجد الله. ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. نعم. يعني كل الجنس البشري سقط في الخطية وده اللي أدى إلى إن الرب يسوع لي كل المجد يجي عشان يموت على الصليب. نعم. فولدت بيت مسيحي نعمة كبيرة وبركة لكن هذا غير كافي. لازم أنا أقبل المسيح وأبدأ بداية جديدة مع المسيح. نعم أكيد. أمين أمين. هنرنم وبعد كده نرجع نكمل. أحبائي بشجعك أنك تكتب طلبات صلاتك وكمان خليك معنا اتحد النهاردة. هناخد وقت كمان هنصلي من أجل العراق والأخبار الأخيرة اللي بتحصل في كردستان بسبب الصواريخ اللي نزلت امبارح. نصلي كده ونطلب ونضع العراق وكردستان بين إيدين الرب.
سيدي املأ قلبي بالحب لشخصك، حقق لي ذا المطلب واسكبه بروحك. دعني أرنم ترنيمة الحب يجدو بها قلبي، هبني أقولها أحبك. سلمتك سيدي نفسي والكايا، لك روحي جسدي لك طول الزمان. فكري كذا وقلبا احفظهما لك لمجد اسمك، افعل بما تشاء أنا لك. أمين أمين. الحقيقة أخ ماجد، خليني أقرأ برضو عن حاجة مهمة أوي الحقيقة في كمان ليها علاقة بالجزء اللي احنا بنتكلم فيه، أنواع التربة، لأن احنا بنتكلم من أي نوع أنت ماشي. والكتاب هنا بيتكلم الحقيقة في لوقا 8 ومن عدد 4 لعدد 8 برضو، بيقول في ثلاث أنواع مظبوط. خرج الزارع ليزرع فسقط البعض على الطريق، والنوع الثاني على الصخر، والنوع الثالث على الشوك. وده بيورينا هنا ثلاث أنواع برضو، يعني عشان كده ممكن أقول ثلاث أنواع من البشر، ثلاث أنواع من الأشخاص، فهي هي نفس البذرة اللي نوع صح واحد صح اللي وقع هنا، بس وقع على الأرض والتاني على شوك والتاني في حجارة. وده بيورينا برضو أنه أي نوع أنا لما تقع كلمة الله، لما بستقبل كلمة الله، يا ترى إيه التربة بتاعتي، نوعيتي إيه وفي استقبال الكلمة. ما احنا النهاردة ممكن الكلمة بتوصل للألاف وللملايين، لكن مش كل الملايين ولا كل الالاف بيقبلها طبعا، بيقبلوا الكلمه صح. فهو هنا بيحدد النوع بتاعي، تربتي ايه، ارضيتي ايه، انا مين انا عشان الكلمه دي. فالكلمه كلمه الله حيه وفعاله، لكن للي بيستقبلها وياخدها ويتفاعل معاها صح كلمه الله تغير صح الحقيقه صح مظبوط. وده اللي عارف عندك تعليق دي. قسيس يلي تعرف يعني الإنسان لازم يكون أولا يعني أمين مع نفسه حتى يقدر يفهم هذه العلاقة الموجودة هو بينه وبين الله. مثل ما تفضلتك، وكثير ناس هم يسمعون الكلمة بس ما يقبلوها، وفي ناس بتحب الكلمة وتريدها وتستقبلها، لكن تخلي الهموم حياة تخنقها. وفي ناس على قلب قاسي ترفضها أساسا، ما تريد تسمعها. لكن طبعا في كل الأحوال هذه الأنواع هي يعني أنواع خطيرة، لأنه المسيح بالأخير أعطانا تربة صالحة
وجيدة للزراعة هي اللي تستقبل الكلمة، هي اللي تقبل هذه الكلمة وتنميها في حياتها وتثمر. وهدف الله هي أنه إحنا نكون هذه التربة الصالحة حتى نكون مثمرين لعمل الله في حياتنا. فلازم أنا أشوف نفسي وين أنا من هذه الترب، وهل أنا قلبي قاسي، هل أنا أحب الكلمة بس تخنقني أتعاب العالم ومشاكل العالم، أم أنا أحب الكلمة وبعدين أنساها، أم أنا سؤال شخصي يبقى كل واحد يكون أمين مع نفسه ومع الله حتى يعرف هو وين. المسيح في ليه كل المجد في تعاملاته لما كان موجود على الأرض وكان بيتقابل مع الكتبة والفريسيين واليهود ورجال الدين وكده، برضو كان بيطرح عليهم الحتة دي، يقول لهم أي جنس أنتم، أنتم من أي نوع أنتم؟ يعني الحقيقة مرات كتير جدا وكان الرب عايز يقول لهم يعني أنتم الكلام ده مش قاطع فيكم، الكلام ده مش بيأثر، الأعمال اللي أنا بعملها مش شايفينها، التعليم اللي أنا جي بيه، هل أنتم ما عندكم المكتوب، ما عندك العهد القديم كله، ما عندك النبوات كل دوت؟ ده بيخليني الحقيقة النهاردة لو أنا مش نوع جيد، لو تربتي مش كويسة، لو أنا من النوع السيء الحقيقة النهاردة، أنا محتاج أخد خطوة، أنا محتاج أقول يا رب فعلا أتغير، لأنه زي ما أنت قلت في البداية أنه لازم يكون عندي إرادة. يعني أنا لو سمعت النهاردة الحلقة دي واو الكلام ده جميل وحلو قوي بس ما تحركتش ما فدنيش طبعا. يعني أنا محتاج أتحرك، أنا محتاج أخد خطوة. وعشان كده أنه الوقت مقصر، الكتاب بيقول الحقيقة الوقت مقصر، وإن كان الرب بيتأنى في مجيئه ماشي، وإحنا عمالنا نقول صحيح بقى له سنين الرب جاي والرب جاي، وإذا كان الرب بيتأنى فده من لرحمتي وخيري أنا صح. إنه ما جاش صح، لأنه لو جه وأنا لسه في الحالة في النوعية دي كانت مصيبتي تبقى سودة. طبعا هو أخطر شيء قسيس من الإنسان يقسي قلبه، يعني هو قلم لقساوة قلوبكم تذخرون غضبا ليوم الغضب. أنا ليش أبدي أوصل نفسي إلى هذه المرحلة وأنا دا أشوف إثباتات من الله أمامي بالحياة وبدا يعمل بالناس والناس دا تتغير؟ ليش أنا أبقى قاسي ومعاند ورافض للكلمة؟ لأنه لازم أنا أتذكر أنه راح يجي يوم بحساب وراح نتحاسب صحيح وراح نقف أمام الديان العادل. فليش أنا أوصل يعني أوصل نفسي لهذه المرحلة؟ المسيح من قال من شبه الإنسان الغبي والإنسان العاقل باللي يبني بيته على الرمل وعلى الصخر. ليش أنا أبني بيتي على الرمل بأي هبة ريح أو أي عاصفة أو أي فيضان يجي يجر في البيت؟ لا، أنا خلي أبني حياتي على أساس الصخرة اللي هو يسوع، لأنه ماكو غير هاي الصخرة استند عليها، ولا أكو غير صخرة أقدر أنا أبني بيتي عليها وحياتي عليها غير صخرة الرب يسوع، هو لأنه هو حجر الأساس، هو حجر الأساس. فأنا لازم أبدي أفكر بطريقة غير يعني غير اللي يفكر بها الناس، أو على الأقل بغير الطريقة اللي كنت أفكر سابقا. أنا لازم أخذ أبني لي أساسات قوية حتى بيتي لا يندم، حياتي لا تكون مهددة بالخطر. بالعكس يسوع جاء حتى ينطينا هذا الثبات وهذا الرجاء أنه نكون معه بالملكوت. ولما أسمع زي ما أنت بتقول بيكون في استجابة وتجاوب. يعني نعم. الحقيقة أنه أنا مبسوط جدا من مشاهد من ضمن المشاهدين الحقيقة اسمه سويدا، الحقيقة أنا بعرفه لأنه بنتكلم مع بعضين الحقيقة، وهو قبل الرب من فترة وبشكر الرب لأجل كتاباته. يعني شوف كاتب إيه مثلا في أقل من لحظة، ما كنا بنتكلم أنه الولادة الثانية دي بتتم في لحظة صح. في لحظة تنها. هو كاتب في يعني أحب أقرأ لكم واحد من ضمن المشاهدين الحقيقة سويدا، وأنا برحب بيه جدا دايما معانا من متابعينا، بيقول في أقل من لحظة الولادة بتتم، لكن تأتي هاللحظة في مشوار من البحث والمعجزات. يعني بيبحث من طبعا. حق الراجل طبعا. مع الله والبحث عن الله كي أؤمن، أنا شخصيا أؤمن أن الله يشق لي البحور بقدر احتياجي وتعامل مع الكل بالتساوي، ومن أجل الإيمان يحتاج رؤية تانية، من يحتاج حقائق علمية. عايز أقول إنه هو الرجل بيقول إنه فعلا بتتم في لحظة، لكن برضو ببحث طبعا من حقه أكيد. يعني وإحنا بنشجع أي حد النهاردة لما كلمة الله بتقع في التربة بتاعتك، بتقع في قلبك وبتسمعها، من حقك تبحث ومن حقك تدور وفتش في الكتاب يمين وشمال وفتش على الانترنت واسأل براحتك خالص. الكتاب المقدس بيشجعنا ان احنا نسأل الله، ما عندناش حاجة تمنع
في إيماننا المسيحي أن احنا نتساءل بل نتحاجج مع الله. الله هو أب لي ومن حقي أن أنا أسمعه وأسأله. عشان كده أنا بشجعك لو عندك شك والكلمة النهاردة خبطت فيك ونزلت على التربة بتاعتك، حتى لو أنت بتشك دور وابحث، وأكيد زي ما سويدة بيقول أن الله بيشق البحار، الله هيشق البحر ويجي لك عشان يظهر ليك. أمين أمين. خسيس، في آية ببطرس الأولى وصحاح واحد والآية 23 يقول مولودين ثانية لا من زرع يفنى بل مما لا يفنى صحيح بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد. يعني أنا من أن ولد ولادة ثانية أو من يصير عندي أصير خليقة جديدة بالمسيح، أنا ما راح أفكر لأنه أنا زرع يفنى، هذا جسد يفنى راح يفنى، لكن طبعًا. الزرع الما يفنى اللي 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 هو مزروع بكلمة الله الباقية إلى الأبد، هذا زرع ما يفنى أبد. ليش؟ لأنه هذا الزرع هو للروح وليس للجسد. الجسد فاني راح يروح هذا الجسد، ولكن إحنا نؤمن أنه الروح خالدة وراح تبقى. هو هذا الزرع اللي يقصد به أنه الزرع لا يفنى. فمثل ما تفضلت حضرتك والأخ سويدة نعم بالفعل الإنسان ما يقدر يقرر إذا ما يبحث وإذا ما يبدي يشك، وهذا من حقه طبعا كل إنسان طبعا أكيد بس والله بيظهر بطرق مختلفة أكيد أكيد، لكن نتيجة البحث هي اللي راح توصلني إلى هذه اللحظة اللي تجي بلحظة هذه الولادة بالفعل إنه أنا أقبل، لأنه أنا من خلال دراستي وبحثي أكيد راح أصل لأمور الله راح يفتح أذهاني وعيوني لكثير أمور أنا ما كنت شايفها تخليني أخذ هذا القرار. عشان كده الكتاب برضو بيشجعنا فتش الكتب نعم لأنكم أمين. تظنون أن لكم فيها حياة من حقي أفتش طبعا. ومن حقي أدور. وأنا دايما أقول روعة الإيمان المسيحي وروعة الكلمة الله الكتاب المقدس وكلمة الله الوحيدة أنه بيشجعنا أن احنا نسأل صح وندور ونبحث وما فيش مشكلة خالص. وحتى الرب يسوع لما ليه كل المجد لما كان على الأرض كان بيدي مساحة كبيرة من للناس أنها تسأله صح، ومرات كان بيجاوب بسؤال ومرات كان بيجاوب بأمثلة صح. ماشي نعم. فده إيماننا المسيحي احنا أكيد أكيد. ما فيش حاجة بنخاف منها لا لا ولا نستحي منها. هل هم نتحاجج يقول الرب فده بيشجعنا قوي عشان كده انه فعلا مهم قوي انه الرب يدينا نعمه ويدي الاخوات المشاهدين نعمه انه فعلا ازاي ان احدد النوعيه بتاعتي صح احدد انه يعني ما فيش حاجه اسمها حتى المثل اللي احنا بنقول يا ابيض يا اسود يعني ما فيش حاجه انه رجلي هنا ورجلي هنا ساعة هنا وساعة هنا لا. شوية مع ربنا وشوية مع لا 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 ما. الإنسان المتقلقل يعني راح يقع تمام. لأنه راح يجي مفترق الطرق لأنه الحياة هي مفترق طرق بالعكسية مع الله ومع إبليس عكس الاتجاه، فأنت ما تقدر راح تنشق يعني نصفين تريد هنا وتريد هنا ما يصير. والكتاب واضح يا حي يا ميت أكيد في رؤية 3 أصحاح رؤية أصحاح 3 وعدد 1 بيقول أنا عارف أعمالك أنا لك اسم أنك حي وأنت ميت. ده برضو بيحدد لنا نوعية شخص ليك اسم اسمك كويس أنك اسمك حي بس في نفس الوقت أنت أنت ميت أنت حي بالجسد لكن بالروح أنت ميت. صعب أنه الإنسان يعيش هذه الحياة قسيس. يعني أنا أتذكر الأيام يعني قبل ما أقبل المسيح بالفعل بعدين اكتشفت أنه أنا كنت ميت. أنا دا أعيش وأكل وأشرب حالي حال الناس لكن أنا روحيا كنت ميت، ما كان أكو علاقة حقيقية مع الله ما كانت كلمة الله فعالة بي، ما كنت قابل كلمة الله أنه تغيرني وتشكلني. لكن من بالفعل من البحث والشكوك اللي صارت خلتني أصل إلى مرحلة أنه أنا أخذ قرار. أمين أمين, أمين. هنرنم؟ نرنم أمين. برحب بيك صديقي مرة تاني، ولو عندك أي سؤال من فضلك ابعت أسئلتك وابعت طلبات الصلاة كمان عشان نصلي معاك في نهاية الحلقة. وبرحب بيك دايما أخ وصديق وأخت وصديقة معانا في القناة.
كل ما أريد، أريد أن أكون قربك، قربك، فحياتي معك تحلو لي، حياتي بدونك سراب، سراب، سراب. أنت تعرف ما في قلبي، فهمت فكر ربي من بعيد، اختبرني وامتحني، قدسني واعطني قلبا جديد. أنت تعرف ما في قلبي، فهمت ربي من بعيد، اختبرني وامتحني، قدسني واعطني قلبا جديد. فأنت كل ما أريد، أريد أن أكون قربك، قربك، شعبك حررتني وسكنت داخلي، أسبحك يا خالقي، أبارك اسمك الغالي. فأنت كل ما أريد، أريد أن أكون قربك، قربك، حياتي معك تحلو لي، حياتي بدونك سراب، سراب، سراب. أمين. أخ ماجد، يعني نتعمل في حاجة بسرعة وعشان عندنا تلبط صلاة كتير. أمين. الحقيقة أمين. في بطرس الأولى اللي قرناها في البداية خالص، نعم، أصحاح 2 وعدد 9 بيقولوا: أما أنتم فجنس مختار، وكهنوت ملوكي، أمة مقدسة، شعب اقتناء، لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب. وهنا بيحدد النوعية الجيدة، النوعية اللي الرب عايزها. أما أنتم فجنس مختار، نعم. الله عايزنا من جنس ده، هو اختارنا ودعانا وجعلنا كمان في مرتبة عالية قوي، مع ان احنا من الارض ومن السقوط، الى انه خدنا وغسلنا بالولادة التانية، بالولادة الجديدة، وجعلنا كمان ملوك وكهنة. فده بيحط عليا مسؤولية كابن لله، يعني بيحط عليا مسؤولية، لانه الكاهن والملك هو عنده دور مسؤولية طبعا تجاه بيتي، تجاه مثلا الخدمة، تجاه الكنيسة، تجاه امور كتيرة جدا. فالنوعية دي حلو قوي، شعب مقدس. فأنا ده بيخليني أنه درجة الدقة في علاقتي مع الله وشركتي مع الله، أنا محتاج أحافظ على النوعية دي. صح. يعني أنا بشوف أنه الله يريد، هو دعانا دعوة مقدسة وأمة وشعب وجنس مختار، هو عطانا دوت، بس في المقابل أنا محتاج أشتغل عليه عشان اقدر احافظ على دي. طبعا. تمام كده؟ طبعا طبعا، اكيد اكيد. وهذا شيء قسيس، اذا انا ما يكون لي قلب، يعني قلب خاضع لله، انا ما راح اقدر اكون من شعب الله المختار، ولا اكون يعني من امه مقدسه. مو بس هذه، ولازم انا اكون دائما اشوف، يعني اعكس محبه الله فيا في حياتي. ليش؟ لانه هو احنا صرنا شركاء في الطبيعه الالهيه، يقول في بطرس الاولى. أصبحنا شركاء في الطبيعة الإلهية، أخذنا من هذه الطبيعة، فإحنا لازم نعيش حياة تكون مقدسة، كارهين للخطيئة، نكون نعيش حسب قلب الله، نكون نعكس محبة الله فينا واللي غيرتنا، وأيضا تتغير سلوكياتنا وتصرفاتنا، لأنه إحنا إذا نعيش مثل العالم إيش فرقنا؟ فقال يقول الكتاب، يقول لا تشاكلوا أولاد، يعني إحنا ما نكون مثلهم. نعم. فحتى
حتى أكون من هذا الشعب لازم أنا أكون خاضع لكلمة الله ويكون قلبي مسلم لله وخاضع له بالتمام بالكامل. عشان أعمل كده لازم أجاهد طبعا. يمكن طبعا. إحنا الجهاد الروحي بسبب أن إحنا استخدمته الكنيسة في وقت من الأوقات وكان مطلوب. أنا أعتقد أن إحنا تجنبنا بعض حاجات بسبب حاجات معينة، لكن الجهاد الروحي مطلوب في حياتي، أن أنا أجاهد روحيا، محتاج أشتغل على نفسي. عشان كده الرسول بولس روعة كتاباته بيقول تعلمت ودربت نفسي، يعني أنا تعلمت ودربت نفسي أن أنا أكون متواجد في كل الظروف في كل الأحوال في كل الأماكن، أشبع أجوع وهكذا، صح. عندي غطاء ما عنديش غطاء، عريان ما عند... يعني دربت نفسي عشان أقدر أعيش الحياة اللي أنا اخترتها، صح. وعشان كده أعتقد أنه وأنا بكلم نفسي أولا، إحنا كمؤمنين النهاردة محتاجين فعلا نتعب شوية، يعني إحنا عايزين كل حاجة على الراحة. لا في عفوا قسيسة قاطع، يعني الحياة المسيحية هي ما بيها راحة أساسا. الإنسان أنت ذكرت أكو مسؤولية، والمسؤولية ما تتم هذه المسؤولية إذا ما قدم أنا جهد أو تعب. فأنا لا يعني أفكر أنه أنا راح أكون تبسط لي البساطة الحمراء وأكون متريش وأمور، لا أنا جاي أتعب لأنه أنا صرت عامل في حقل الله، فلازم أتعب حتى أجيب ثمر. الأرض الجيدة لازم إن من تزرع البذرة لازم تموت هذه البذرة وتنداز حتى تطلع ثمر كثير. وعشان كده بنسمع الحقيقة في حتت كتيرة قوي إن الرب بيعمل برجال الله القديسين الأمناء، بيعمل في أمور عظيمة وبيعمل برغم الإمكانيات البسيطة صراحة، لكن الله بيستخدم بالروح القدس الأمور والإمكانيات البسيطة، بيمسحها ويقدسها. آمين. ويعمل بها أمور عظيمة. أنا أعتقد أن إحنا محتاجين، وأنا بكلم نفسي، أن نتعب على حياتنا شوية لأنه حتى أقدر أحافظ على المكانة اللي عطاها لي الرب. أكيد أكيد، لأنه مكانة مهمة قوي، مو حتى أظهر أنا بالفعل ابن لله، لأنه لازم أعكس صورة الله فيها. فشلون أنا ابن الله وأقعد رجل على رجل وأنتظر الله هو اللي يشتغل؟ لا، أنا اللي دور بهذا الشيء وعندي مسؤولية أنا أقوم بها تجاه. يعني النهاردة برضو إحنا بنتكلم على الجزئية دي، الحقيقة النهاردة برضو كل العالم بيمر بظروف خاصة بسبب الفيروس بتاع الكورونا. فالنهاردة يعني يمكن البعض كان معتمد أنه أهو بيروح الكنيسة يوم الحد عشان ياخد وجبة دسمة يعيش عليها الأسبوع كله ويرجع تاني يوم الحد اللي جاي. النهاردة إحنا الأحداث اتقفلت فإحنا في مشكلة، صح. يعني إذا ما كنا بنتعب على نفسنا الحقيقة، يعني أنا أعتقد ده درس برضو، درس بيخليني إزاي أنا الكنيسة مفتوحة مش مفتوحة أن أنا أقدر أتعب على نفسي وأعيش بالحياة اللي الرب عايزها. هنصلي أخ ماجد، عندنا طلبات صلاة الحقيقة كتيرة، وهنصلي من أجل كمان العراق. لكن خلينا عندنا طلبة صلاة أختنا سامية أزار من يا رب ترجع البنت المخطوفة إلى أهلها من أجل هذا. نصلي في مصر حيث يحدث ذلك، في بنت مخطوفة شكلها، وعايزين نصلي أن الرب يرجع البنت دي باسم يسوع. امين امين. بنتحد معاك اخت ساميه باسم يسوع الصالح القدوس يا رب، يا من مستحق كل مجد وسجود يا سيد. باسم يا رب جايين بهذا الوقت امامك متحدين مع اختنا ساميه يا رب. انت تعرف وعلمنا الكتاب ان ابليس منذ البدء هو قتال وكذاب ويصنع المشاكل ويريد يفرق شعبك يا سيد. هو خطاف للنفوس يا سيد قبل ما يكون خطاف للأجساد، وهو يريد يهلك النفس والجسد معا، لكن لنا ثقة يا رب، احنا من نجي ونرتمي أمام عرشك أنك أنت تسمع لنا وتستجيب لطلباتنا. نضع بين إيديك يا سيد أختنا المخطوفة، أنت يا رب تكون حماية، سور حماية على حياتها يا رب، وعلى جسدها وعلى أفكارها وعلى روحها، وتحميها من كل مكائد إبليس اللي يعملها بأولاده. أنت يا رب تمد إيدك وتفك هذا القيد وهذا الأسر وترجعها إلى بيتها سالمة، وتكون مختبرة كم أنت صنعت في حياتها وشلون حميتها يا سيد، وتعظم اسمك باسم يسوع. آمين باسم يسوع. يا رب أنا بتحد مع أخويا مدحت ميشيل وبيطلب صلاة من أجل الاستقرار الأسري. يا رب أشكرك من أجل أخونا مدحت، إحنا بنحطه بين إيديك يا رب، أشكرك لأجله، بنشكرك يا رب من أجل الطلبة دي. إحنا جينا نقف مع بعض يا رب أشكرك لأنه
أنت يا رب طلبت مننا أن احنا نرفع بعض ونحمل أثقال بعدنا ونتحد مع بعضينا، جين بقلب واحد وفكر واحد النهاردة يا رب، نحط الاستقرار الأسري بين إيديك يا رب في اسم يسوع. مد إيدك ومد إيدك يا رب وحماية على كل بيت وحماية على كل علاقة في اسم يسوع المسيح، أمين. كمان بنصلي من أجل أخونا ميشيل عبد الملك، صلوا من أجلي أنا في ضيقة. أخ ماجد تصلي من أجل ميشيل في ضيقة عشان عندنا وقت قليل. أبونا السماوي أخونا ميشيل بين إيديك يا رب، أنت يا رب تشيل كل الضيقات، أنت تسدد كل احتياجات يا سيد، أنت تأمر يا سيد بالبركة على حياته، تأمر من عرشك السماوي يا سيد حماية على عائلته وعلى بيته وعلى حياته يا سيد، وأنت تشيل كل ضيقة وكل مشاكل يحاول إبليس أن يحاربهم بيها، وكل حرب روحية أنت يا رب تنتشلهم وترفعهم من مجد إلى مجد باسم يسوع المسيح. رب أنا بحط أخونا يا رب سويدة كمان بين إيديك، بيطلب صلاة من أجل المشروع المقبل عليه باسم يسوع. يا رب بشكرك من أجل أخونا سويدة، بشكرك من أجل خلاصك لي يا رب، أشكرك من أجل نعمتك الغنية اللي افتقدت أخونا، أشكرك من أجل محبته ليك، أشكرك يا رب من أجل أمانته، بشكرك من أجل يا رب أنه الإرادة اللي عنده من أجل بحثه، من أجل يا رب أنه يا رب اختارك أنت تكون الأول يا رب. احنا بنحطه الآن بين إيديك، والمشروع اللي داخل عليه بين إيديك يا رب، احنا بنصلي انك تعطي له حكمة، احنا بنصلي انك تسير بوجهك امامه يا رب من فضلك، ولتكن يا رب مشيئتك وإرادتك في حياة اخونا في اسم يسوع المسيح، امين في اسم يسوع. كمان اخ ماجد في حد بيطلب صلاة، ميسون طالبة صلاة من اجل ارتباط بنتي، وكمان في طلبة صلاة من اجل عابرتين للخلاص. أمين. أمين باسم يسوع. هللويا باسم يسوع. أمين. يا سيد يا رب أنت المسيطر على كل شيء يا سيد. الغير المستطاع عندك مستطاع يا سيد. أنت الأساس يا سيد. أنت الحجر اللي تتبني كل حياتنا عليه يا سيد. أختنا يا سيد بارتباطها يا سيد. أنت تكون الحجر أساس لبيتها. أنت ترفعها يا سيد من مجد إلى مجد. وأنت اللي تقدس حياتها وحياة عائلتها اللي راح ترتبط بها ويكونون عائلة مقدسة من 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 أشراف شعبك يا سيد. تستخدمهم من أجل ملكوتك وامتداده يا سيد. ويكونون هم نموذج في هذه الحياة لأجل كثيرين، ويكونون شهود من أجل اسمك. أخواتنا العابرات أيضا يا سيد، أنت تقدسهم بحقك يا سيد، وترسل من مجدك ومن سماك وبالعالي يا سيد، ترسل قوة الروح القدس تشددهم وترفعهم وتقويهم، ويكونون شاهدين، يكونون شهود حقيقيين لحقك وكلمتك يا رب، ويعيشون خاضعين حسب كلمتك طول أيام حياتهم باسم الرب يسوع. أيضا أصلي من أجل أختي سوزان بمحاربات إبليس التي شنع عليها في هذه الأيام، ونعطيها استقرار في حياتها يا رب. أنت يا رب تسددها، تخلي هذا الاستقرار يكون دائم وليس يا سيد وقتي. أنت يا رب تحميها من مكايد إبليس وكل إزعاجاته اللي يريد يخربط حياتها ويشوشها باسم الرب يسوع. أمين. يا رب أنا بشكرك من أجل أخونا إبراهيم توبياس. يا رب هو بيطلب شغل جديد لي، وبيطلب عنده ألم في ظهره، احنا بنحط الأمر ده بين إيديك، وكمان عنده مال مسلوب. يا رب بشكرك لأجل أخويا طالب إعلان منك يا رب من أجل يا رب الشغل الجديد بتاعه في اسم يسوع، أنك تفتح أبواب رزق وتفتح أبواب جديدة من عندك. يا رب أنا بصلي شفاء على ظهر أخونا إبراهيم في اسم يسوع المسيح. يا رب أننا بنرسل كلمتك الشافية يا رب، إن مكتوب أنه أرسل كلمته فشفاهم. أرسل كلمتك الآن الشافية لإبراهيم في اسم يسوع. بنصلي من أجل المال المسلوب يا رب، أنك تعوض لي وترجع لي من فضلك يا رب. مكتوب أنك تعوض عن الأمور والسنين اللي أكلها الجراد. إحنا بنصلي كل مسلوب ترده لعبدك النهاردة في اسم يسوع المسيح. إعلان من فضلك لعبدك يا رب في اسم يسوع. المعلم شفيق أنا تعبان، صلوا لي ربنا يغطي احتياجاتي، احتياجات بناتي في الظروف الصعبة. أمين. أخ ماجد ممكن تصلي. أمين. يا مسدد الاحتياجات، يا قاضي الأرامل يا سيد، أنت الشبع الحقيقي، أنت اللي تشبع حياتنا وتسدد كل احتياجاتنا يا سيد. كما تغذي أرواحنا يا سيد، أيضا تغذي أجسادنا. أرجوك يا سيد نضع
هذه العائلة بين إيديك، أنت تسدد كل احتياج لها وكل نقص، ويرفعون اسمك ويمجدون اسمك لأنك أنت أب حنان. لا تهتم فقط بأرواحنا لكن بأجسادنا أيضا يا سيد. وانت قلت يا سيد اطلبوا الملكوت أولا والباقي يزاد لكم، أنت يا رب تزيد من بركاتك كل اللي يلتصق بيك واللي يمشي وراك واللي يكون حسب قلبك باسم رب يسوع. أخونا فهمي صبحي بيصلي من يطلب صلاة من أجل أنه الرب يباركه وأنه يتحمل الظروف الصعبة اللي بيمر فيها والضغوط اللي بيمر فيها في اسم يسوع المسيح. يا رب أنا بحط أخونا يا رب فهمي بين إيديك يا رب، أشكرك من أجله، بشكرك يا رب من أجل أنه هو طالب قوة من عندك أنه يحتمل هذه الظروف. يا رب احنا بنصلي أنك تعطي عبدك قوة ومعونة من عندك يا رب، تعطي للقوة يا رب قوة ومعونة لعديم القدرة من فضلك يا رب. أرجوك شدد القوة من فضلك يا رب، شدد عزيمته، أعطيه نعمة من عندك يا رب. بصلي من أجل سلام، بصلي من أجل فرح، بصلي لأجل تسديد كل احتياجات عند عبدك يا رب في اسم يسوع المسيح يا رب. أن يا رب تعطيه يا رب من قوة إلى قوة في اسم يسوع المسيح، أغمره هو وبيته يا رب. يا رب جينا أنا أخويا ماجد النهاردة بنرفع العراق بين إيديك يا رب، بنرفع الأوضاع في كردستان بين إيديك يا رب. إربيل واللي حصل فيها امبارح، الصواريخ اللي وقعت امبارح، في اسم يسوع المسيح احنا بنصلي من أجل بركة للعراق النهاردة. احنا بنصلي يا رب من اجل كل مشورة للعدو، والعدو يا رب بيرسل رسائل جديدة. احنا بننتهر كل مشورة للعدو النهاردة. احنا بنطلب يا رب خلاص لهذه البلد، احنا بنطلب توبة حقيقية. احنا جايين نقف على البلد وبجايين بنتوب من اجل العراق يا رب، جايين بنتوب من اجل كل امور حصلت في البلد دي، وبنقول لك من فضلك يا رب الا تعود انت فتحيي من فضلك، احيي هذا الشعب من جديد من فضلك يا رب. صرخة النهاردة من فضلك يا رب، كفاية يا رب من فضلك. الناس تعبت والناس يا رب متألمة والناس يا رب في ظروف صعبة، ارجوك زور العراق من فضلك يا رب. ارجوك الا تعود أنت فتحيي هذا البلد، احييها من فضلك يا رب. احنا جينا النهاردة بنقول لك سامحنا، احنا غلطنا يا رب. احنا جينا نقف عن العراق النهاردة وبنقول لك يا رب عوجنا المستقيم، نعم نسيناك، نعم يا رب عطناك الظهر، نعم وعطناك القفة زي ما بيقول الكتاب، نعم يا رب قلنا لك لا رفضناك يا رب، لكن جينا بنتوب النهاردة بنرجع يا رب من فضلك يا رب في اسم يسوع يا رب. نهضة نهضة خلاص باسم يسوع المسيح يا رب. أمطار غزيرة، أمطار روحية على العراق من فضلك في اسم يسوع. تشدد الكنيسة النهاردة من فضلك يا رب، أعطي الكنيسة من فضلك قوة جديدة من فضلك يا رب، لأولادك يا رب الخدام، لأولادك يا رب الرعاة، لأولادك المسؤولين من فضلك، لتعطي كنيسة في العراق يا رب تكون نور جديد في هذا الزمن في اسم يسوع. يا روح الله قوم استنير يا عراق من فضلك، قوم استنير يا كنيسة من فضلك يا رب في اسم يسوع المسيح. الظروف الصعبة بين إيديك يا رب، احنا بنصلي سلام، احنا بنصلي يا رب من فضلك تقطع كل ربط وكل أيادي ممدودة على العراق يا رب النهاردة في اسم يسوع المسيح يا رب. ليكن لك سلام يا عراق، ليكن لك سلام يا عراق في اسم يسوع المسيح. أمين أمين أمين. أخ ماجد إذا بتصلي من أجل العراق في دقيقة كمان وإحنا بنختم. أمين. أبويا السماوي هذا البلد الجريح يا سيد، اللي عانى واللي واللي قاس شعبه يا سيد من ظلم من حكومات يا سيد ومن شعوب، أرجوك يا سيد أنت ترفع هذا الشعب من جديد، نهضة جديدة بهذا الشعب يا سيد. أرسل كلمتك يا سيد وتكون هذه الكلمة فعالة في بين هذا الشعب يا سيد. نعلن ارتداد هذا الشعب يرجع إليك يا سيد، سلطانك أنت يا سيد يكون على هذا الشعب، إيدك إيدك اللي تحكمه يا سيد، وفكرك يملي قلبه. أرجوك يا سيد هذا الشعب تعب وتبهدل كثير، احنا جايين نحطه أمامك يا سيد، ترفعه من جديد وتحييه من جديد باسم الرب يسوع. دم يسوع المسيح على هذا البلد، دم يسوع المسيح على هذا البلد ينقي ويطهره ويرجع عن كل إله عبده ونساك أنت، يرجع إليك لأنك أنت الإله الحقيقي، الإله المحيي اللي أنت تنطي الحياة، وحدك أنت الإله القادر أن تقيم الأموات وتعطيهم حياة جديدة. قوم هذا الشعب يا سيد من هذه السقطات اللي وقع بها، وأعطيه حكومة تكون حسب قلبك، تقومه من جديد ويرجع يكون شعب مختار لك باسم الرب يسوع. أمين أمين أمين. عايز بس أشجع كل أحبائي، تقريبا يعني كل يوم بتصل بإخواتي الأسس والخدام في العراق، وفي نهضة وفي عمل إلهي رهيب وعجيب جدا في
بين الأكراد، بين اليزيديين، في أمور كتيرة جدا بتحصل في العراق، وعشان كده عايزين نتحد مع بعض، لأنه في نهضة وفي ثمر وفي حصاد زمن جديد، أمطار سماوية جاية على البلد دي باسم يسوع المسيح. ربي يباركك، وأشوفك كل يوم اثنين وثلاث من الساعة 12 للساعة 1 بتوقيت السويد. ربي يباركك. عن كل إله عبدت معاك، وعلن سلطانك على قلبي الوحدة، روحك يشفي ارتدادي يقدسني ويعود يصنعني إناء يحمل مجدك. بختارك تكون الأول وقبل أي شيء، علشان أنت الحياة والحق وأنت هو الطريق. بختارك تكون الأول وقبل أي شيء، علشان أنت الحياة والحق وأنت هو الطريق. بقدم نفسي ذبيحة حية لي مقدسة وما